إذا كنتم في زمان يكثر قراؤه ويقل فقهاؤه. وده اللي حاصل الآن زمن تويتر هذا اللي انتم شايفينه فيه الآن. كل واحد قام راح طلع عشان واحد قبل اسمه عبد الله المعيوف طالع في برنامج يقول لك ما في شيء اسمه القوامة ولا في شيء اسمه الولاية. جاكم المقطع هذا جاني من أكثر من مكان لأنه مسكين جاهل ما يعرف إيه معنى القوامة وما في دليل قال أنه أن الرجل يمنع المرأة من خروجها إلى من بيتها. كيف ذلك والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كانت المرأة منهم تستأذن إلى المسجد؟ كيف هو الذي قال لا يمنع أحدكم امرأته إن أرادت الخروج إلى المسجد؟ وكيف إذا قال لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجهن تفلت؟ مع أن الأصل فيه هو المنع يعني إنها جالسة في البيت. كيف هو الذي قال من حديث أم سلمة عند أبي داود قال هذا أي في حجته وليلزمنا الحصرة؟ والأدلة في ذلك أكثر من فهذا الذي يحدث إنما هو من أجل أحبابي يحدث من قلة الجهل. فإذا كان الأمر كذلك إن حصل قلة الجهل قلة العلم وكثر الجهل فهذا أولى أن ترجعوا لمشايخنا وترجعوا لعلمائنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم أقول لكم ولنفسي ما من مسألة مستجدة إلا وقد درست وأشبعت بحثا عند الأوائل. خذوها قاعدة يا أحباب الله يرضى عليكم ما في أبدا إلا مدروسة ومنتهي عندها. طيب المرة الثانية طب هذا قلة العلم طب وش السبب الثاني؟ قال قلة الفهم وهي ضعفه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحيانا الإنسان يكون عنده علم واسع يحفظ الكتب التسعة والقراءات العشر والأربعة عشر الشواذ إلى غير ذلك لكنه الفهم عنده إيش ضعيف. وضحت الآن فهذا يدخله في ماذا؟ يدخله في الاشتباه كما ترون ممن يتكلم مثلا في البلوت والأشياء هذه مثل هذه الأشياء. هو رجل حافظ القرآن وربنا فتح عليه في القرآن ثم يضع مقالا في إحدى الجرائد ينافح ويدافع عن ذلك. ما الذي استدعاه إلى ذلك؟ استدعاه إلى ذلك من أسباب الشبهات قلة العلم وقلة إيش؟ وقلة إيش؟ وقلة الفهم. هو ما عنده علم ولا هو من أهلها. ولذلك الشيخ اللحيدان كان يقول له يعني انشغل بمحرابك ودعك من الإيش؟ من الفتية والفقه. أنت لست من إيش؟ أنت لست من أهلي عفى الله عنا وعن. الأمر الثالث من أسباب الاشتباه التقصير في التدبر. التقصير في التدبر أنه لا يتعبن نفسه ولا يبحث في مآلات الأمور ولا يبحث في أن يتدبر في مثل هذه الأمور. في مقطع جاني تعرفون الملك محمد الخامس. الملك محمد الخامس اللي هو أبو الملك الحسن الثاني وجد الملك محمد السادس سنة 60 أفرنجي اللي هو 80 هجري نفاه المستعمر الفرنسي إلى جزيرة مدغشقر إلى خارج بلاد المغرب. والله خرج نساؤه منقبات محجبات بقفازات ودسوس لا يرى منهن شيء. هذا كان الحجاب في تلك البلاد. حتى اللي يقول لك الحجاب عادة نجدية عندكم بس كذاب. هذا دين الله عز وجل. ما لما طلعين في الآية نعم ما يرى منهن شيء واحد. جزاكم الله خير. 60 لحد الآن أقل من 55 سنة يعني الفترة قريبة وليست فترة إيش وليست فترة بعيدة. لكن ما إحنا مطلوب مننا اقرأوا التاريخ فيه العبر ضل قوم لا يدرون الخبر. اقرأوا التاريخ تعرف قيمة هذا الدين. ما أحد قاعد يطلع عليه يقول لك أصل دي عادة نجدية وأنتوا اللي ألفتوها وهذا ما جت غير من عندكم. هذا دين الله تبارك وتعالى. المسألة الرابعة المهمة في أسباب الاشتباه على الناس وهذه مسألة مهمة جدا سوء القصد. إن الإنسان ودي خطيرة جدا إن الإنسان والعياذ بالله أيها الكرام الفضلاء أنه يكون عنده نية مبيتة أن ينصر قوله وإن كان ضعيفا وباطلا لسوء قصده لكي يبلبل على إيش؟ لكي يبلبل على الناس. وهذا قول ربنا عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. مهما تأتي هذا الرابع هذا طبعا تكلمنا احنا جزاك الله خير عن قلة العلم وقلة الفقه والتدبر لكن دي خطيرة. مهما تأتيه من أي مكان لا يريد أن يقتنع بك أي خلاص نعم أيوة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ثم قال وما هذا التدبر وما يذكر إلا
إلا أولو الألباب. هذه الآية جمعت أسباب اشتبوها من الفوائد الآية دي في سورة جمعت أسباب الشبهات الأربع. فما الذين في قلوبهم زيغ، هذا إيش هو الزيغ؟ الهوى، عرفتم؟ طيب، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، هوى وابتغاء تأويله، قلة علم، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل ما عند ربنا وما يذكر إلا أهل الألباب، قلة فهم. الأربع الأسباب في الاشتباه جمعت في هذه الآية، أحسن الله إليكم، قلة العلم وقلة الفهم وقلة الفقه والتدبر مع سوء الطوية وسوء المقصد، عافانا الله وإياكم. أيضا أيها الكرام الفضلاء، مسألة الشبهات تستدعيك أن تكون حريصا على طلب العلم وأن تأخذه من مظانه الصحيحة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ليس كل من هب ودب يأخذ منه العلوم. يعني الآن مثلا المنتشر في هالأيام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد التاسع صفحة 315، قال وليس كل من صار سنيا، ولكن الفرق عند الفتن، يعني عند الفتن يعرف الرجال. ما قالوش ابن تيمية والله العظيم أبدا، ما قال ابن تيمية، ولكن لكي ينطلي عليك الكذبة يجيب لك اسم المرجع ورقم الجزء والصفحة. والذي ينشرها للأسف دكتور في تويتر، ليت نشرها. عشان كده قلت لك يا أخواني كلمة قال أحد مشايخنا قديما، قال والعلم لا يلخص في 70 حرفا. أظن تويتر زمان كان 70 حرف، الحين كم حرف؟ 140 يعني، وأنا أزيد الآن، والعلم لا يلخص في 140 إيش حرفا. العلم هنا تأخذ وتصبر، جزاك الله خير، عشان ربنا ينفع بك كما قال الشيخ، تفنى فيه الأعمار وتقطع فيه المطي وتنفق فيه الأموال. أحد السلف يقول ولم يرتحل لطلب العلم لقلة المال، ما عندوش فلوس، لكنه ما ترك علماء بلده، وقال مكحول ابدأ بعلماء بلدك فإن انتهيت منهم فارتحل، خلص علماء بلدك قميش بعد ذلك أنك ارتحل. أيضا فيه الحث على اتقاء الشبهات أيها الكرام الفضلاء، وأيضا هذا فيه حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يضرب إيش؟ يضرب الأمثلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا فيه باب سد الذرائع، يقول لك ما في دليل على سد الذرائع، اكتبوا هالكلام، ما بيقول لك ما عندنا إيش دليل على سد إيش الذرائع، ما في دليل على سد الذرائع، نقول له لا، في دليل على سد الذرائع، وهذا هو الدليل على سد الذرائع، وهي أن تسد كل ذريعة موصلة إلى محرم، فيجب أن تغلق تماما. ودليلها ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. طيب ليش نهى الشارع عن سب آلهة المشركين مع جوازها؟ أنت لو سبيت اللات والعزة حد يزعل منك، صح ولا لا؟ لكن لماذا حتى لا تسب باطلا فيسب حقا وصدقا؟ وضحت الآن؟ لا، حتى عن قصد، هو كارهك أصلا، هو كارهنا. ولا تسب الذين يدعون من دوننا فيسب الله عدوا بغير علم، وضحت الآن؟ اعتداء. وهذا هو في مثل هذه الأمور المهمة جدا، ومثل هذه الأحوال التي ينبغي للمسلم أن يأخذ بها وأن يأخذها على حال وأن يعرفها معرفة تامة، مثل هذه الأمور، فتجد أنه مهم جدا جدا يسد هذا الباب من الزراعة. فهذا دليل على سد إيش؟ على سد الذريعة. وأيضا لما قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كالراعي يرى حول الحمى يوشك، فحذرك من ذلك. هذا باب سد من سد باب من باب سد إيش؟ باب من أبواب سد من أبواب سد الذرائع. لما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما كان يأمر عائشة أن تتزر بثوب من السرة إلى الركبة فيباشرها وهي فين؟ وهي حائض، من باب إيش؟ سد الباب وسد الذريعة التي ممكن تؤدي إلى أن يحدث ماذا؟ أن يحدث الجماع.
في الحيض، عرفتم الآن، لكي يعلم الأمة في مثل هذه الأمور. فأدلة سد الذرائع، وممكن أحد الطلاب منكم الله يجزاه خير يجمع لنا مادة جميلة بعنوان القول الرائع في حجية سد الذرائع، وجمع لنا فيها أقوال، جمع فيها حتجلس فيها باب كبير جدا، لكي ترد على الناس اللي يقول لك كل شيء ضيقته على الناس، ليش المرأة ما تسوق السيارة، ليش ما تسوق سد الذرائع. شوف أنت الآن دول ساقة الحريم إيش صار فيها، بلايا ومشاكل يوميا ليلا ونهارا. سأل الله يحفظ بلادنا ونجيبنا الفتن ما ظهر منها وما 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 بطن. أيضا من جمال هذا الحديث أنه تأكيد الجمل بالمؤكدات، ألا وإن، ألا وإن، ألا وإن، لكي يؤكد لك على مثل هذه، على مثل هذه الجمل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الصلاح والفساد مداره على القلب. الصلاح والفساد، قال الله تبارك وتعالى: واعلموا، واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه، وأنه إليه تحشرون. فدائما أنك أنت تحاول أنك تربي، تربي إيش؟ قلب. واعلم أن القلب ما سمي إلا من تقلبه، فدائما تقصر هذا القلب على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا وفيه أن هذا الحديث من فوائده أيها الكرام الفضلاء أنه يغلق الباب على العصا، يغلق الباب على العصا. النبي تلقى واحد تكلم ويقول لك يا أخي التقوى ها هنا، رواه البخاري ومسلم، كيف ترد عليه؟ صح ولا صح؟ يقول لك يا أخي التقوى، النبي قال التقوى إيش؟ التقوى ها هنا، كيف ترد عليه؟ الله يسلم، جزاك الله خير. أن التقوى لما قالها هنا، ولكن النبي عليه الصلاة وأتم التسليم وضح بعدها أن التقوى لما قالها هنا أن هذا أدى لاتقاء الجوارح، أن هذا أدى لاتقاء إيش؟ الجوارح. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد إيش؟ الجسد كله. ألا وهي، ألا وهي القلب. ولذلك الحسن البصري رأى أناسا يلعبون فقال: ما بالكم؟ قالوا: نحسن الظن بالله. قال: كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل، لأحسنوا إيش؟ لأحسنوا، لأحسنوا العمل. نعم، وهذا من بديع كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هل في ذلك دليل على أن العقل في القلب، ولا العقل في الرأس، ولا العقل في رجليك؟ فين عقلك؟ ولا الدين عقلك ومشي حافي؟ ها؟ كيف تجيبون العقل؟ يا سلام. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، سورة الحج. هذا هو الكلام. أو آذان، كما أن أحد ينكر أن الأذان هي التي تسمع، وسيلة السمع إيش؟ الأذان. فكذلك وسيلة العقل هو ماذا؟ هو القلب. ثم قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما ترى أن الإنسان أيها الكرام الفضلاء تجده مبصرا ويفعل الشر، هذا عاقل ولا مجنون؟ أعمى ولا بصير؟ هذا إيش؟ هذا أعمى. ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك قالوا: هناك نوعان من الناس، أهل البصر وأهل البصيرة، فليس كل مبصر بصير وكل بصير مبصر، ليس كل مبصر بصير، أو عند الجارحة موجودة لكنها ليس عاقلا، عفانا الله وإياكم. ولكن صاحب البصيرة جزاك الله خير هو مبصر، وليس الشرط بالإبصار هنا إبصار الجارحة، إنما هنا الإبصار الحق من إيش؟ الحق من إبصار الحق من الباطل. وهذا نعم فيه إشارة أن العقل في القلب، وأن المدبر هو القلب كما في الآية التي مرت معنا آنفا. طيب، كيف تعلق العقل بالقلب؟ قال: هذا شيء لا يعلم، إنما نحن نؤمن بأن العقل فين؟ في القلب. أحيانا يجيك واحد يسألك يقول لي: أخي أنا ما أدري، لكن أنا أؤمن بهذا، والله عز وجل ما تكلفني بذلك، لكن دل الدليل على هذا إيش؟ المعنى. فلم يسيروا في الأرض فتكونهم قلوب
يعقلون بها. خلاص أنا جاني دليل أنا أن صرحت صرح الجسد كله فسد فسد الجسد ألا وهي إيش؟ القلب. أما كيفية هذه أنا لست متعبدا بذلك وليس عيبا أن أقول لك أنا لا أدري. قال الإمام الفضيل رحمه الله وقال الأوزاعي: إن أتاك رجل من هذول الجهمية والمعتزلة قال لك إني لا أعبد، لما قال إن الله ينزل حديث الصحيح نزول يليق بجلاله وكمال، قال إني لا أعبد ربا، المعتزل والجهم الله يعافينا وإياكم، إني لا أعبد ربا ينزل أو يزول عن مكانه، قال فقل له إني أعبد ربا يفعل ما يشاء. شوف الكلام، يقول لك يا أخي يعني كيف ربا يزول عن مكانه؟ يقول له ده فهمك أنت، أنا فهمت فهما إيش؟ فهما آخر، أن الله يفعل ما أن الله يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنحن نؤمن بذلك ونعلم أن له ارتباط بإيش؟ بالعقل بالقلب، لكن كيف ذلك الله أعلم ولا علاقة لنا بذلك. طيب، لو أن رجلا كافرا أخذ قلبه إلى رجل إيش؟ إلى رجل مسلم، فهل نحكم على المسلم أنه يكفر؟ عملية الأوبن كارديو بتحصل في بعض الدول، واحد يعني أعرف واحد مدخن والله يا أخوان الله عارفينه وياكم، أعرفه معرفة شخصية وسافر لأمريكا وجلس سنتين أو ثلاث سنوات لحد ما يقولوا متبرع، يعني من الميتين هذول شالوا قلبه وركبوه في قلب الأخ المواطن هذا، أيوه شالوا القلب كله حطوا فين وجلس فلان حالته طيبة والحمد لله تبع للتدخين، الدخان من شدة ما كان شرعا في التدخين يقول لك الدخان حلال، أي والله القلب كله تشال، وكنت أتابعه واتصل به عن طريق التطبيقات هذه وكذا جزاكم الله خير، وكيف حالي يقول لي لا كويس أنا منتظر الآن، وأنا الآن في فترة نقاهة منتظرين المتبرع يجي وكذا إلى آخره، سيرة طويلة عريضة لين فتح قلبه. أخو عم أبو نايف اللي بنحضر عنده درس الإثنين، أخو حضر معنا كم مرة درس، فتحوا له وجابوا له قلب جديد تام من واحد أمريكي وحطوه فيه بالكامل، وجلس فترة كده إلى غير ذلك حتى رجع والحمد لله. فقالوا لا يحكم على من كان مسلما ونقل إليه قلب كافر بالكفر، ولا يحكم على من كان كافرا فنقل إليه قلب مسلم بالإسلام، ويبقى الأصل على ما هو عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعنه على ذكر الصالحين الحمد لله وصحبه وسلم وفدعوا الحمد لله.